ابننا محمود عرفنا بنفسك. اسمي محمود امام حسن، في الصف الخامس الابتدائي، والمدرس الرياضيات بتاعي مستر ايمن رجب. جميل. مدرسة ايه؟ الفاروق 2. فين مدرسة الفاروق دي؟ في مصر ولا فين؟ في مصر، في القاهرة، مش كده؟ يلا يا محمود، احنا طبعا خدنا جمع القصور وطرحها، وانت بتفهم من مستر ايمن ولا لا؟ ايوه، من اشطر المدرسين. ربنا يخليك يا حبيبي. طب ورينا بقى كده، فهمت منه ولا لا من خلال المسألة دي؟ اكتب كده يا محمود، يلا. تلات ارباع تلات ارباع ناقص نص. يلا، شايف ايه يا محمود؟ ان المقام مش متساوي. جميل. بنشوف رقم مضاعف للثاني. جميل. مضاعف للاثنين، فننزلها في المقامين. خدت الاربعه. جميل. بنشوف الاثنين اتضربت في كام، بقت اربعه. اتضربت في اثنين، يبقى نضرب الواحد في اثنين. اثنين في واحد باثنين. الاربعه اتضربت في كام، بقت اربعه. اتضربت في واحد. واحد في ثلاثه بثلاثه. جميل. المقام ما بيطرحش، بينزل زي ما هو. ما بيطرحش؟ طب بيتجمع؟ لا. المقام ايه؟ ما بيتجمعش ولا بيطرح. جميل. واثنين ناقص ثلاثة الواحد. يبقى الباقي كام؟ ربع. ربع. برافو عليك يا محمود، نسقف لمحمود زميلنا سقفة كبيرة. رابع يا محمود، برافو عليك.